وضعت جوائز للفائزين. شكرا يا با خالد على هذا الدعم الكبير. على بركة الله وتوفيق مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ينطلق هذا الشوط الخامس. نسير مع هذه الأسماء القوية، ننطلق مع مقدمة الشوط والذائر حسن بن عبد الله بن غليط الغلي، من يأتي بمقدمة الشوط. ولكن التغيير الذي جرى وطرى من الغزيل لأحمد بن هلال بن أحمد إبراهيم، من يتواجد إلى الصدارة مباشرة، غير إلى المركز الأول، بينما اللي في المركز الثاني من الجانب الآخر اللي وصلت هنا أخوت لمحمد بن حمد بن حميد الاكتبي، وصل في المركز أيضا الثاني والمركز الثالث. الوصول من الضبي طارق بن أحمد بن خليفة السليطي وصل على المركز الثالث. في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، شعار بن غليطة وصل على المركز الرابع المركز الخامس. الوصول هنا من الشاهينية سعيد بن رملي بن محمد العامري، وصل بن رملي في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء. الوصول من الاسم القادم القادمة حشمة سالم بن سالم حمد بن سالم بن زعلوب الاكتبي، ولكن هنا القادمة بهذا الشعار الضبي محمد بن جعفر بن مرخان الاكتبي، وصل في هذه اللحظات ليقدم هذا الاسم مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. من خلال هذا الانطلاق إلى أين سوف تذهب السيارة؟ إلى أين سوف تذهب السيارة؟ الشوط المفتوح هنا يأتي بهذا الانطلاق الكبير والتحدي المثير. الوصول من بنت الطاير عبد العزيز بن عبد الله بن ابراهيم الوزان، وصل في هذه اللحظات يا سلام على هذا التجمع الكبير والتحدي المثير من هذه الشعارات. سن الحجايج يا سلام اللي وصلت على المركز الثامن، اللي وصلت حامله رقم 41 مزنه سعد بن طالب الشريم المري، والمركز التاسع حامله رقم 34 اللي هي الشاهينيه محمد الحمد المانع اليامي. وهنا ايضا القادمة في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام فزع سالم بن سعيد بن ناصر بن حريك المنهالي. هكذا النتيجة، هكذا الأسماء القوية مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، هكذا الانطلاقات الكبيرة والتحديات المثيرة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. هذه هي النتيجة، هذه هي الأسماء القوية والعملاقة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام في هذا الانطلاق الكبير في هذا المهرجان الغالي. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى الصدارة الأولى، المركز الأول هنا بنت الطاير عبد العزيز بن عبد الله بن ابراهيم الوزان، الوزان على المركز الاول. شعار بالرمل القادم، شعار بالرمل المنطلق هنا على المركز الثاني. 2 كيلومترات المتبقي مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، هنا الدخول من الجانب الاخر. شعار ايضا قادم بكل قوه، قادم بكل انطلاقاته اللي هي تعويض سعيد بن سالم بالرصاص العامري، وصل بالرصاص في هذه اللحظات لياخذ بساط المركز الثالث. المركز الرابع شعار ايضا بن شريم مع مزنه سعد بن طالب بن محمد بن شريم المري، ياتي على المركز الرابع. وصول من شعار بن حريك، راعي فتنه وصل، راعي فتنه وصل فزعه سالم بن سعيد بن ناصر بن حريك المنهالي. هذه هي النتيجه، هذه هي الاسماء القويه. شعار بالعري وصل في هذه اللحظات ليقدم لنا هذا الاسم، لينطلق مع الحذر بريك بن سعيد بن صالح بالعري المري. هكذا النتيجه، هكذا النتيجه مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، الاسماء القويه، الاسماء القويه، الانطلاقات المثيرة. الله 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 الله، هذه الاسماء اللي وصلت مشاهدينا الاعزاء. النصيب محمد بن حمد بن سعيد المنصوري، وصل المنصوري في هذه اللحظات. اختلط الحابل بالنابل من خلال هذه الاسماء القويه والعملاقه. الى اين الفوز؟ الى اين الانتصار؟ منطقه الاعلام، منطقه الاعلام، وصل التعويض من الجانب الاخر لياتي هنا مشاهدينا الاعزاء، هنا مع تعويض سعيد بن سالم بالرصاص العامري. بدأ أنا بالدخول للافتة الكيلو، الكيلو الأخير، وصلنا كيلو الامتحان، وصلنا كيلو الامتحان، وصلنا كيلو السرعة، وصلنا كيلو جولة الأوامر النهائية. تعويض 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 على المركز الأول، يأتي هنا سعيد بن سالم بن رصاص العامري، هنا يأتي على المركز الأول. يلا يا أبو تميم شد الحيل، شد الحيل يا أبو تميم. القادم أحلى مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، وصلت الأسماء، وصلت الأسماء، وصل محمد بن جعفر بن مرخان، يأتي بهذا
هذا الاسم، ولكن هنا الاسم القادم، هنا الشاهينية، حمير بن ناصر بن محمد الحراسي، أبناء السلطنة، أبناء السلطنة، أبناء السلطنة قادمين مع الحراسي هنا، مع الحراسي أيضا القادم من الجانب الآخر. أعطوني القادمة من الجانب الآخر اللي تدخلت هناك. مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، هناك حملة الرقم 19 الضبي طارق بن أحمد بن خليفة الصليطي، ولكن الله يا الحراسي، أقلع الحراسي، ذهب إلى المقدمة. إذن الحراسي هنا يسير إلى الباطنة، يسير حمير بن ناصر بن محمد أيضا الحراسي، وهنا محمد بن عبدون يتواجد الجحافي. من يقدم هذا؟ سلام الباطنة، سلام سلام قريحة، سلام سلام الله على اللي ساكنين الباطنة جمعة، على قريحة ومن العالم اللي ساكن حواليها. هكذا ايضا حمير بن ناصر بن محمد الحراسي، سلام السلطنة، سلام 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 على هذا الفوز والانتصار. هذه هي لحظات الوصول، بينما اللي في المركز الثاني وصلت حملة رقم 19 في المركز الثاني اللي هي الضبي طارق بن احمد بن خليفة الصليطي، والمركز الثالث المركز الثالث كان الدخول فزعة سالم بن سعيد بن ناصر بن حريك المنهالي. المركز الرابع كانت هناك الوسمية سيف بن جعفر بن مرخان الاكتبي. المركز الخامس وصول رائع وجميل بنت الطاير عبد العزيز بن عبد الله بن ابراهيم الوزان. هكذا مشاهدين الاعزاء هذا الشوط الذي ذهب هناك الى حمير بن ناصر بن محمد الحراسي. سلام الى السلطنة، سلام سلام الى السلطنة الحبيبة على هذا الفوز. شكرا محمد بن عبدون اللي حافي من قدم هذا الاسم الكبير. هذه لحظات الوصول، 6 دقائق ثانيتين وفاء وتماما وكمالا. هكذا مشاهدين الاعزاء الشاهينية تفوز بهذا الشوط، بينما اللي احتلت المركز الثاني 6 دقائق 3 ثواني و8 أجزاء من الثانية. مشاهدين الاعزاء الضبي طارق بن احمد بن خليفة الصليطياتي في المركز الثاني، 6 دقائق 5 ثواني 5 أجزاء من الثانية من حلت في المركز الثالث. مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام، هي فزعة لسالم بن سعيد بن ناصر بن حريك المنهالي. اذا مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام، القوة والاثارة ايضا التنافس القوي مع سن ايضا ونجوم المستقبل.